أنا صار لي شهر تقريبا متعرف على هذا اللون من الموسيقى وموسيقى تقليدية ولازم المحافظة على التراث وعجبني نوع هذا الموسيقى وهو نوع كتير غني بالجمل الموسيقية القوية ويعني ويحاكي نوعا ما زي الموسيقى التراثية عنا فتعرفت على الجماعة وما شاء الله عليهم انخرطت معاهم يعني عجبني الشغل الفكرة خلص أول ما تدخل تبدأ تعزف مع ناس إنه يا بيعجبك أو لا بالنسبة لي عجبني ومكمل معاهم تراث موسيقي راقي ثمين ولهذا قاعدين نعرف به للجالية التونسية طبعا للجمهور العربي زادة وللجمهور الأوروبي مش نوريه ولا عنا فن معتزين به وقاعدين نخدم به ونخدم في الملوف ونخدم في النوبة التونسية اللي هي عريقة جدا وعندها قيمة فنية جدا واللي هي معناها مع الأسف يعني متروكة نوعا ما ولا هذا هو الهدف نتاعنا قلت لي تاسيس الجمعيه كانت 99 يعني تقريبا 7 سنوات 2009 بدينا النواه الاولى ولكن الركيزه الاولى عملناها 2012 حطينا القانون الاساسي بتاعنا في البريفكتور نتاع الفال دومار فما الغرام اول حاجه هو الغرام اذا ما يكونش فما الغرام ما نجموش نقدمه الغرام موجود المستوى الثقافي موجود المستوى الموسيقي موجود وبكثرة التمارين الموسيقى بتاعنا هذه تحب العفوية وتحب الجدية كذلك فهمت كيف ما تمارين دائمة معناها وحفاظة وكذا تتناسق يعني العود التونسي موجود النغرات موجودين الطار العربي موجود البركلة ومجموعة تشوف شيء هذه معناها ما أكبر المجموعة والاشراف الخويا رضا عباس يعني قاعد يدافع بشراسه معنا على الفن التونسي فما نوبة تخدم جديدة فهذا معناها يشكر فيذكر وأنا ماني ما عندي باش نزيد كان باش نشجع معناها وباش نكون معاهم معناها طرف ونزيد نعطيهم اللي نجم حضورك هو في حد ذاته تكريم للتجربة هذه العفو تشريف للتجربة هذه تو كنت مع سي احمد رضا يعني فما تذمر كبير كون الجانب الرسمي اللي هو السفاره وزاره الثقافه وزاره التربيه ايضا ولما لا وزاره السياحه يعني تفاعلها يكاد يكون معدوم يعني الى اي مدى يعني زياد وانت يعني رمز من رموز الثقافه التونسيه وصلت صوته او المفروض توصل صوته هو ساعه حتى نوصل صوتنا في تونس ناس مغرومة بالمالوف قاعد نخدم في بلادي نخدم في تراث بلادي ماني عامل مزية على حتى حد وما عامل عليها مزية حتى حد هذاك هو المبدأ نتاعي اللي عاوني بارك الله فيه ورحم والدي ولم يعاونيش كيف زاد انا قاعدين مواصلين في الواحد نتاعنا هذاك المشروع نتاعنا مشروعنا هي تراث بلادنا موسيقى بلادنا وعلم بلادنا باش نشرفوه ونعليوه ونوريه على وجه نظيف عالي فقط واحد يخدم مهما كانت التكاليف خاطر هذا حب بلادنا ما فيش كلام دعمك ما دعمكش هذيك امور اخرى واحد يخدم يعطي ما عنده فهمتني وتكون النواه طيبه كيف هكايا معناها والعناصر يحبوا بلادهم تغلب العراقيل وتغلب قله الانتباه وبتاع بعض المسؤولين والمسؤول في راهو يمشي على روحه وما يقعد كان
الفن الصحيح وما يقعد كانك الدراب وهذاك بتاع تونس في الاخر وشفنا اللي جاء تعداوا برشا ناس وقعدت الهويه التونسيه ماهيش باش تموت مهما كانت التكاليف. صح يا تونس. الجمعية التونسية المالوف بباريس، تحية كبيرة اليوم هذه أجواءنا التونسية، تحية كل الجالية الموجودة في باريس. وقداش تشوفوا قداش مهم هالنوع هذا من الجمعيات والحياة الجمعياتية باش يحافظوا على الهوية التونسية خارج حدود الوطن. تحية كبيرة لكم الناس الكل.